يا ستي انت زعلانه ليه؟ مش كنت معترضه ان انا اشتغل مدرس؟ ايه اللي غير رايك؟ حالتك اللي خلتني اغير رايي يا سي حليم. مالها حالتي؟ ما تصرش لعدوى ولا حبيب. انا ما كنتش عاوزاك تشتغل مدرس عشان مش عايزاك تتخلى عن احلامك وانت صغير، لكن لما تبقى في عز شبابك وتجري عشان خاطر تتمرمغ في تراب الميري، امال لما تكبر وتتجوز ويبقى عندك عيال والخوف يبقى مليك هتعمل ايه؟ بس ما دام اخترت لازم تبقى قد المسؤوليه. مش عاجبك الوظيفه سيبها، بس مش هي اللي تسيبك. مساء الخير يا ست الكل. تعالى يا سي كمال شوف صاحبك. ماله صاحبي؟ على ما عمل لك الشاي يكون حكى لك هو بقى. في ايه يا حليم؟ مال اختك ومالك؟ اترفدت من الوزاره يا كمال. الف بركه يا سيدي، كويس ان جت منهم. بتقول ايه انت كمان يا حليم؟ انت لا بتاع وزاره ولا روتين ولا الحاجات دي، انت فنان صاحب صوت ملوش شبه. او الفنان صاحب الصوت اللي ملوش شبه ده ما يحتكمش على جنيه ونص. انت كنت بتقبض كام في شغلانه التدريس؟ 6 جنيه. 6 جنيه؟ والله مش عارف الشغلانه اللي جايبها لك ديت مرتبها كام. شغلانه ايه يا كمال؟ اتكلم. الاذاعه يا سيدي بتعمل دلوقتي فرقه مزيكا عشان يسجلوا مع المطربين الكبار. محمد عبد الوهاب والست سومة؟ ايوه ايوه، مطالبين فرقه جديده. قلت ايه؟ في ايه يا عم كمال؟ ده انا هلبس في دقيقه وانزل معاك. في ايه يا كمال؟ عم تقفل الواد خليته يتعفرك كده. يتم تعيين الاستاذ عبد الحليم علي شبانه عازفا في فرقه الاذاعه. خد الورقة دي مع شهادتك واطلع عن أستاذ سعد مدير الشؤون الإدارية وهو يخلص كل حاجة. حافظ بيه، مش عارفين نشكر حضرتك إزاي. على إيه يا كمال؟ يعني حضرتك عينتني من غير حتى اختبار؟ وأختبر فيك إيه؟ ده أنت عازف الأبو الوحيد. مبروك يا أستاذ. يا سلام يا سمعة، ده ربك ده كريم بشكل، يقطع من هنا ويوصل من هنا. لا وإيه؟ مرتب قد الأولاني ب3 مرات. أنت لازم تفرح يا أبو حليم، إنما مش عشان المرتب، علشان ربنا من فضله وكرمه عليك خلى الحاجه اللي بتحبها هي نفسها سبب رزقك. بقى انا هقف ورا عبد الغني السيد وعبد العزيز محمود. ايه يا سمعة يا حبيبي؟ اجيب لك ميه؟ ميه ايه يا بني ادم انت؟ بقى تجيب سيره عبد العزيز محمود وعبد الغني السيد؟ طب بتفتكرني بحاجه يا اخي؟ حبيبي يا سمعة، ده انا مش هقف وراك في الاذاعه، ده انا هقف وراك ان شاء الله في الشارع. انت جيت كحاله عمتها، انت واضح ان الوظيفه ملخبطه لك مخك بصراحه. اه